إلى الشأن السياسي الآن، أكثر من 20 رجل أعمال غالبيتهم من منتدى رؤساء المؤسسات يستعدون لدخول سباق تشريعيات 2017 عبر قوائم الأحزاب السياسية، وهو رقم يؤكد نية هؤلاء الدخول بقوة للعمل السياسي. رفيق خلف الله في هذا التقرير. مع دخول الساحة السياسية في أجواء الانتخابات بدأت تبرز أسماء المترشحين لتشريعيات 2017، وقد شدت أسماء من يحملون حقائب وزارية اهتمام الرأي العام أكثر من غيرهم، لكن ماذا عن من يحمل حقائب المال؟ عشرات رجال الأعمال غالبيتهم أعضاء في المكتب التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات ومنتدى جيل أف سي وغيرهم غير معروفين يستعدون لدخول سباق التشريعيات، وأغلبهم يتصدر قوائم أحزاب الموالاة وعلى رأسها الأفلان والأرندي، وفيما يلي قائمة رجال الأعمال الذين ينتظر أن يدخلوا معترك الاستحقاقات التشريعية.